عايزه اعرف بقى، كان اول ما جالك اول فرح لحد من النجوم المشاهير اكيد كان في توتر مختلف جدا، اكيد كنت حاسه بقى ايه ده؟ طب ما هو اكيد هم يعرفوا ناس بروفيشنال بيعملوا صوره حلوه، بيعملوا فيديو حلو، طب ليه اختاروني انا؟ فهنا بقى اكيد اتوترتي صح؟ جدا. احكي لي بقى على اول مره جات لك مكالمه لفرح حد من المشاهير، وكان مين؟ في الاول خالص كانت بلوجر، وبعد كده كان اول حد بقى كارتست بجد كان مغني، كان حمزه الصغير. اوكي. انا اون ذا بيرسونال ليفل كحمزه كمغني ليه اغاني حلوه قوي وليه فكر حلو قوي، فانا كنت بحبه، فما لقيتهم بيكلموني ان هو فرحه فحسيت انه ايه ده ازاي؟ طيب تمام يلا بينا. بقيت عايزه اجيب التيم كله معايا، اللي هو الناس اللي بتصور والناس اللي بتأدت وكل حاجه، عشان حاسه انه كان فرح كبير. فدي كانت اول مره. بعد كده بقى لا ابتدى حاجات كتير قوي، اخرهم كان مروان عطيه لعيب النادي الاهلي، كنا لسه مصورين فرحه. بقى خلاص بقى عادي، انا نازله الفرح، انا عارفه انا نازله هعمل ايه، هصور منين، هاخد الماتيريال ازاي، هعمل لها اديت امتى، هنزلها امتى، بقت كل حاجه الحمد لله عارفين ان احنا نكفرت يعني. طب عايزه اعرف انت يعني المرحله اللي بعد كده، انت بقيتي دلوقتي واحده من اشهر ما شاء الله المصورين، وكمان اخترتي حته ان انت تعملي فيديو جراف مش تعملي فوتوغرافر عاديه، انت بتعملي الفيديو نفسه. طيب ليه اخترتي ده ما اخترتيش ان انت تبقي بتعملي توثقي اللحظات دي بصور مش بفيديو؟ ليه اخترتي الفيديو واول مره عملتي فيديو عملتيه ازاي؟ اخترنا الفيديو عشان الفيديو بيبقى فيه روح اكتر، بيبقى فيه ميموريز اكتر عن الصوره. الصوره خلاص صوره وثابته، بس الفيديو بيبقى فيه حاجات كتير فتقدر تخلي ان الشخص اللي بيتفرج عليه يعيش اللحظه معانا. فكان اختياري الاكتر الفيديوز. في صور اكيد بنصور صور، بس الاساسي الفيديوز، لانه سواء فرح سواء ايفنت فبيبقى الموضوع متقسم 3 كاتيجوريز، اللي هو الفوتوغرافي العادي، والفيديوغرافي اللي هو بيبقى هايلايتد فيديو، واحنا اللي هو الجزء الثالث الكفرج، اللي هو بيبقى عامل كفرنج لكل تفاصيل اليوم، وكل حاجه بتتعرض بنفس المده بتاعتها، مش بنكت منها حاجه، هي كلها بنفس المده بتاعتها. فده كانت اللي مخليني متمسكه اكتر بان انا اصور فيديو. حسيتي ان هو ده مثلا ملخص اليوم انت اللي هتعرفي تعمليه؟ بالظبط كده بالظبط. اول مره صورت، اول مره عملت اديت، انا بتفرج عليهم دلوقتي وبعد اللي هو ازاي كنت فعلا سايبه نفسي ان انا اعمل الحاجات دي. دلوقتي كان في حاجات احسن، كانت اول مره كنت بقى مركزه قوي ان انا مش عايزه الغلطه تبان، وبفصل بترانزيشنز كتير ما بين كل شوت وشوت. دلوقتي بقيت لا، انا عارفه ايه اللي المفروض يبان وايه اللي لا، ايه اللي المفروض يظهر كده زي ما هو، ايه المفروض بما انك بقيتي عارفه التفاصيل بقالي 4 سنين. فالحمد لله عرفت كل التفاصيل دي، بقيت خلاص يعني حافظه انا رايحه اعمل ايه. خلاص انت عارفه التفاصيل دي دلوقتي ما شاء الله عليكي. طيب بتحضري بقى ازاي؟ يعني انت بتحضري التفاصيل دي مع العروسه والعريس قبل ما تروحي؟ طبعا لو في الافراح طبعا بيبقى في كول دايما مع العروسه، لانه الاغلب الشغل بتاعنا بتبقى العروسه هي اللي حاجزه مش العريس، فبيبقى في مكالمه مع العروسه او بيبقى في كونفرزيشن ما بيننا، ان انت قولي لي حابه يومك يمشي ازاي، عندك ريفرنس لحاجه معينه عايزه ان احنا نعمل لك حاجه زيها بس بالفايب بتاعتك، مش ان احنا بنقلد حد تاني. حابه في تفصيله معينه مبينها، حابه تفصيله معينه لا تبقى ليكي انت برايفت، او حابه ان احنا اكسكلودد اصلا.